شيء بعد زين؟ اي يعني بقى خمسة مرة صورة خاصة مع هذا اللي هذا مصطفى هذا شيء شو ما إذا تجاوز ساعدك أنت؟ لا تتحركين يعني تطلع في البطن عشان تطلع في الجغير اي عاد وشوف انت متحركين كذا تروح ينضرب لسانك تنضرب خده يلا قولي لهم هناك ماكو؟ ماكو لا ايه خلصنا هدي هو شوي هاي حشوة عصبية مو حشوة عادية هاي خلصت بس اكيد في الاعصاب مالتين ترتاحين هو ده يأذيك حيل بالبيت بالبيت ما وادعيت؟ بعد وادعيت قبل هذا جايته فترة يوزن ما احتاج بين ما احتاج هاي خلص فين ريمان عافية افتح الحين يلا قوم روح قولي لهم خلي يسوي حاله على تخصصك